الآن نتابع معكم هذه الصور التي تصلنا من إسرائيل، حيث الشرطة الإسرائيلية تقوم بإخلاء عدد من المتظاهرين الرافضين لسياسة نتنياهو ومجلس الحرب في التعامل مع المحتجزين في قطاع غزة. وهناك أيضا عائلات المحتجزين في تل أبيب يخرجون في كل يوم من المطالبة بالإفراج عن أبنائهم. تبعناهم صباح هذا اليوم أمام معبر كرم أبو سالم، رفضوا إدخال شاحنات المساعدات إلى القطاع. نلاحظهم في قيسارية، نلاحظهم في تل أبيب، نلاحظهم في مدينة القدس من أمام منزل بنيامين نتنياهو، يدخلون إلى قاعة الكنيست داخل الاجتماعات يتحدثون أنه يجب على قادة إسرائيل أن يفرجوا عن أبنائهم المحتجزين لدى حركة حماس والفصائل الفلسطينية منذ 7 أكتوبر. إذن هذه المشاهد تصلنا من تل أبيب. قبل قليل الشرطة الإسرائيلية تفض اعتصاما لأهالي المحتجزين لدى حركة حماس رفضا للاستمرار في سياسة إسرائيل حكومة وقيادة في التعامل مع هذا الملف بنوع من الاستهتار كما يقولون.